مرحبا طلابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من مادة اللغة العربية. اليوم عنا حصتنا مراجعة لدرس أخذناه نحن سابقا. الصفات: الزرافة طويلة، نحن شايفين صفة للزرافة أنها طويلة. الشجرة طويلة، أيضا الشجرة طويلة، هيدي صفة نحن منعطيها للشجرة. وأيضا الزرافة طويلة، هيدي صفة نحن منعطيها للزرافة. فإذا نحن منستنتج من هودي الصورتين الشجرة أطول من الزرافة، الزرافة أصغر من الشجرة. فإذا الشجرة أطول من الزرافة والزرافة أصغر من الشجرة، أطول وأصغر هيدي صفة. الشمس أكبر من الأرض، فإذا الشمس كبيرة، الشمس كبيرة صفة للشمس أن حجمها كبير. البرج أطول من المنزل، فإذا نحن نستنتج أن البرج أطول من المنزل. البرج، فإذا نحن نستنتج أنه طويل. أحسنتم. السماء أصفى اليوم، السماء أصفى اليوم، فإذا نحن نستنتج أن السماء صافية، فإذا صافية هي صفة للسماء. البحر أعمق من النهر، البحر أعمق من النهر، فإذا نستنتج نحن أن البحر عميق، عميق صفة. عبر عن كل صورة، عنا صورتين هون بدنا نعبر عنهم. عنا هون نهار وليل، يتعاقب الليل والنهار، فيكن تعبروا عنهم بالطريقة اللي بدكن إياها. يتعاقب الليل والنهار. عنا الصورة الثانية كمان، أنا رح أختار أن النجوم تظهر من بعيد، فهيدا أستنتج أن النجوم بعيدة. الصفات المستخدمة في كل جملة، فيكن تختاروا لي من هيدي الصورة شو الصفات الموجودة. هذه شمس ساطعة، لونها أصفر وحجمها كبير. بدكن تطلعوا لي الصفات من هيدي الجملة. لونها أصفر وحجمها كبير. هذا بحر هائج، لونه أزرق وحجمه كبير وعميق. أيضا الجملة الثانية، هذا بحر هائج، لونه أزرق وحجمه كبير وعميق. بدنا نستنتج صفات من هودي الجملتين. أيضا عندنا نشاط ثاني، صل تكون وصفا متكاملا لكل صورة. هذا منزل كبير، بدنا نلاقي له الصفة بالتاني جهة. هذه حديقة جميلة، هذه مدرسة كبيرة. بدكم تحلوا هودي السؤالين طلابي، وهيدي كانت مراجعة لدرس الصفات اللي نحنا أخذنا عنه البارحة. إلى اللقاء طلابي في حصة قادمة من مادة اللغة العربية. إلى اللقاء.